حياته بعني يا ناس. طب ليه اللي اشتريته بعني يا ناس؟ طب ليه نسي جميلي ومعروفي يا خلق عليه؟ انا كنت احوشها من بقي واقطع انا وديه، لما كان محتاج كان يجي يقول حاضر، في اي وقت تطلبني اجي واقول حاضر، ولما مالي راح ما بقى الظاهر ولا حاضر، من بعد قولت حاضر صبح يقول عايز ايه.
بدأ من ده كله تقول له ده انا عامل جمعيات ضربه. لو قلت له كده عيب يقول لك لا دي استاذه حريفه في كل شيء حتى التجاره استاذه. تساله عليها ما يعرفش فين الاستاذه وتضحك عليه بثمن ازازه ولا يعرف ب 10 جره.